نصل في جولتنا الإخبارية إلى طاجكستان، حيث تواصل جمعية الشارقة الخيرية رحلتها الإنسانية في بث الأمل بنفوس المحتاجين، وهذه المرة كان للأسر التي تقطعت بها السبل نتيجة الظروف المناخية نصيب من الفرج. في صباح كل يوم تطلع عليه الشمس على قرية نامزغوزار في طاجكستان، يستيقظ أهالي القرية ليشاهدوا منظراً مألوفاً لديهم، جبال توشحت البياض. ولكن غير المرغوب يحدث، وهو أن تسد هذه الثلوج الطرقات فتقطع المعونات ويعيش أهالي القرية في ترقب، إلى أن تشق هذه الجبال شاحنة تكافح وعورة الطرقات. كتب عليها حملة شتاء دافئ ضمن مشروع المحسنون لجمعية الشارقة الخيرية، لتصل إلى أحضان القرية حاملة معها الأمل والإنسانية والكثير من المعونات المعيشية. وإذا الحياة تدب من جديد في هذا المكان، ففي جهة من القرية يتم توزيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال ومعاطف تعينهم على برد شتائهم، وفي جهة أخرى يتم توزيع الفحم الحجري للبيوت لتتنوع المعونات بين مستلزمات فردية وأخرى أسرية. الحمد لله، تمت الحملة الشتائية في منطقة نامزغوزار مديرية زيدي، تبعد عن العاصمة 60 كيلومتر، وبفضل الله ثم بفضل جمعية شارقة الخيرية تم التوزيع ل400 أسرة مواد المستلزمة الشتائية مثل الفحم الحجري والبطانيات والمواد الغذائية. جمعية شارقة الخيرات وصل هاي المساعدات إلى مناطق النائية، هذا دليل على أن جمعية شارقة تؤدي واجبها وتصل أمانة المتبرعين إلى هاي المناطق. 400 أسرة ينهلون من فيض عطاء المحسنين في خيرية الشارقة، بين طفل يستمتع وأم تؤمن قوت أبنائها وأب يطمئن على سلامة فلذات كبده وجد لا يستطيع التعبير بلغتنا ولكن لسان حاله يقول جزيتم خيرا. تختلف الأجواء باتساع المعمورة، ورغم ذلك فإن أيدي العطاء تصل إلى المحتاجين، وخيرية الشارقة في كل بقعة لها بصمة. لأخبار الدار، عبد الرؤوف أميرة، طاجكستان.